خالتي يا حبيبتي، شفتي شو صار فيني؟ فكرت كتير، فكرت كتير. ما في حال، ما في حال. لا في حال. شو هو؟ اعملي مثل ما عملت نجلاء فتحي بفيلم الاسبوع الماضي اللي طلع بالتلفزيون. شو عملت؟ ايوه، هيدا لما سافر خطيبها الاولاني على اليونان واهلها غصبوها تتجوز خطيبها الثاني، شو اسمه هيدا؟ عادل ادهم. برافو عليكي، هيدا هو. لحقته بفستان العرس وتجوزته باليونان وعملوا حفله باليونان واحتفلوا ورقصوا يوناني بالشوارع وحواليهم هالحمام ساعه يطير وساعه يهدي. يا لون، بس انا ما بقدر اعمل هيك، ما بقدر. ما شفتي امي شو قالت؟ تغضب علي اذا تجوزت فرحه. ما لازم امي تغضب عليكي، بعدين ما بتتوفقي بجوازتك. مظبوط، ما بتوفق. بعدين الواحد اذا غضب اهله الله ما بيوفقه، وخاصة انه هن اللي ربوه، هن اللي تعبوا فيه. مظبوط. معناها ما في حل، ما في حل. لا في حل. شو؟ في فيلم لشريهان خطيبة الاولاني بيروح على الحرب وبيضيع بالصحراء، بيقوموا اهلها بيغصبوها على واحد تاني ما بعرف مين هو، بيقوم هي بتبكي بتبكي هيك مثلك، من كتر البكي تنشل. ايه؟ بيقوم هيدا العريس ببطل عنا. ايه والله ببطل عنا. بيقوم بيرجع هداك العريس التاني، بيقوم هي من كتر فرحتها بتطيب، بتتجوزوا وبيعملوا عرس بياخد العقل. شو رأيك؟ يعني شو اعمل انا؟ ابكي ابكي حتى تنشلي. يلا ابكي. ايه. يا رب انشل. طب بركي ما شليت. لا لا، الزعل بيشل، كتر البكي بيشل. بعدين شريهان انشلت. مبلا بتنشلي، انت ابكي بس. طب افرضي انشلت وما طبت، شلون بدي اتجوز؟ يي صحيح، بركي ما طبتي. لا هيدي الفكرة خطيرة. لا ما بدنا اياها، ما بدنا اياها. معناها ما في حل، ما في حل. لا في حل، في حل. شو هو؟ الأسبوع الماضي شفت فيلم أجنبي بالتلفزيون بالقناة الثانية. ايه